إذن مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف كتشوفوا الساعة تشير إلى حوالي 7 صباحا، أمطار الخير لا زالت تتهاطل على مدينة الدار البيضاء. السؤال المطروح هو بغاو شي فلاح يجاوبنا عليه، هو واش هاد الأمطار بقات تنفع من غير انها الحمد لله تملأ السدود وتصل الوباء، ولكن فلاحيا واش بقى تصلح لشي حاجه؟ نتمنوا بان فلاح ولاد البلاد يقولوا لنا هذه الامطار في هذا الاخر ديال شهر ابريل علاش بقى تصلح. هي اكيد غادي تكون صالحه والحمد لله، ولكن حنا ما عارفينش، راهو الناس ديال الفلاحة يقولوا لنا هاد الأمطار علاش كتصلح. قبل أيام سمعت بأنها كتصلح للقطاني، كتصلح للفواكه الصيفية، يعني الفواكه اللي تخرج في الصيف تصلح الأشياء أخرى. نتمنوا أننا نعرفوا على لسان شي فلاح يدخل ويكتب لنا علاش كتصلح هاد الشتا ديال آخر شهر أبريل. إذا في انتظار التعاليق ديالكم مشاهدينا الكرام، أنتم كتشوفوا في المباشر كيفاش الحمد لله أمطار الخير كيفاش داير باقا الفرشة المائية الحمد لله، يعني السدود آبار هذه حاجة مزيانة. ثانيا العلف عبدو عبدوني، ثالثا السي عبدوني كريم عليم. الحمد لله على النعم، الحمد لله الحمد لله والشكر لله. ثالثا ترطيب القلوب البشرية المحجرة أكثر من اللازم، برافو عليك، هذه هي أهم حاجة. رابعا
الحمد لله على نعمة في المطعم اللي فيها، الحمد لله والشكر لله. كما كنشوفوا أمطار الخير ما زالت تتهاطل في الأثناء على مدينة الدار البيضاء. نعم، تنفع الخضار والفواكه. الحسن سعيد. الحمد لله. كريم عليم، حتى الأمراض كتزول بإذن الله. الحمد لله. جيت تشوف اش واقع في الهلوين. نجيو على جلة. مرحبا. رشيد، السلام عليكم ورحمة الله. شنو يقول لك؟ الله يسهل عليك اخويا في هذا الصباح يا ربي. امين. الله يسهل عليا وعلى جميع المسلمين باذن الله في كل بقاع العالم، بل ماشي غير المسلمين، كل البشريه في هذا اليوم الجميل الممطر. الناس اللي مشاو نهاية الأسبوع اللي فات للبحر، واش غتمشيو اليوم ولا لا؟ ناضية أو أمينة نادية، صباح الخير، صباح النور، بس أمينة. أمينة
11 الساعه دابا دابا 7 ديال الصباح، السابعه صباحا. سلام، اش من طريق شاذة زي طريق البطوة. امينة نادية تبارك الله، الله يبارك فيك امينة. كنظن الى هنا سنأتي الى نهاية المباشرة. مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله، والى مباشر اخر مع زملاء ديال طاقم النهر. يعاونكم، تصبحوا على خير مشاهدينا الكرام، حيت انا يلا غادي نمشي للناس باش انا نصبح على خير. الناس اللي خدامين الليل راكم يلا عندكم الليل، الله يسترو باش نعسو. تحية كبيرة لجميع الناس اللي كيعملو الليل في أي جهاز وفي أي خدمة.